سعيدة جدا وفخورة جدا 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 ان انا اشوف الشغل اللي محمد حفظي والفريق بتاعه عملوه السنة دي. فعلا انا يعني الفرق الكبير اللي حصل السنة دي بيخليني مش بس فخورة النهاردة، فخورة بكرة والسنين اللي جاية، لان انا عارفة ان مصر كان طول عمرها الهوليوود بتاع العالم العربي، وحاسة ان مع محمد والفريق بتاعه مصر هترجع قريبا ان شاء الله تتنافس عالميا كمهرجان وكسينما. ياسمين، انت اشتغلتي بره في هوليوود واشتغلتي في حاجات كتير، فشايفه يعني التجربه يعني فرقت معاكي؟ فرق الشغل هنا وفي العالم العربي في فرق طبعا، لان ما نقدرش نتنافس مع دول زي اوروبا وهوليوود. الدول دي ما عندهاش المشاكل التمويل اللي احنا عندنا اياها في العالم العربي. الشباب بتاعنا دلوقتي لسه بيتعلم انه ينتج افلام مشتركه، الشباب بتاعنا لسه بيتعلم ان هو يكتب عن مواضيع اجتماعيه بنفس الوقت انها يكون عندها المستوى العالمي اللي يقدر يجذب جمهور وتوزيع عالمي. احنا لسه شعب صغير في العمر، والذو طول عمرها مصر فيها سينما، اعتقد ان في حاجه دلوقتي لسه بتبتدي. الجيل الجديد بيشتغلوا على روحهم. اي ثينك ان هوليوود واوروبا بس هي الفرق بيننا وبينهم هو الوقت، التمويل، وفرق في العمر. عندهم فرق سنين خبرة، هم بينفذوا الخبرة بتاعتهم بثقة. احنا لسه بندور على الفورمولا بتاعتنا اللي اعتقد ان احنا بس الفرق بيننا وبينهم عملية نضج. كام سنة نحن محتاجينهم نشتغل على المواهب بتاعتنا ونطور المواهب بتاعتنا والتقنية بتاعتنا. كلمينا عن عملك اللي جاية. ريفيوجي، فيلم بيتكلم عن دكتورة سورية بتشتغل في سوريا أيام بداية الثورة. الحاجة اللي أنا بحبها في شخصية أميرة اللي هو اسم الشخصية بتاعتي، إن هي شغلها إنها تنقذ أولاد بالوقت اللي هي ما عندهاش وقت لبنتها. يعني في الفيلم بيبتدي ان بنتها بتفكرها ان هو يوم عيد ميلادها، وهي ناسيه ان هو يوم عيد ميلادها، وبعدين في حاجه هتحصل، حياتها هتتغير، وبعدين المهمه بتاعتها هتبقى مهمه واحده، انها تنقذ حياه واحده اللي هي حياه بنتها. فالباقي بس لازم تشوفي الفيلم، مش هقول لك اكتر من كده.